طب هو هيعرف لوحده ازاي؟ اكيد انت قلت له. ما حبيبي يا حبيبي انا ما خدتش حاجه. بص، هو اللي شاف الفلوس بتاعه. انت بقى اللي شفتك بالكاميرا كده، انا بقى شفتك من هنا من تحت. ايه بقى شفتك وانت بتسلق راس كده وتمشي كده. يعني انت اللي قلت له؟ بصراحة انا اللي قلت له. يعني انت سرقت الفلوس منك لله، يموتنا انا من غيرك. طب ويموتك انت ليه يا ابن انت عبيط؟ انت خدت حاجة؟ انا اللي سرقت، انا اللي حرامي. انت حرامي ومعترف؟ يا حبيبي حرامي ومعترف. طب اعمل ايه طيب؟ انا باجي اطلب من ابوك فلوس يا عم برضاش يديني، فانا مضطر ان انا اعمل كده. بصراحة كنت جعان قوي، كنت عايز اجيب كريب فسرقته ورحت جبت. سرقت عشان تاكل؟ وامك عاملة اكل، قصدي اكل كعك، عاملة كعك واكل. يا عم امك بتعمل بامية وملوخية ياكلوني، انا ما بحبش الحاجات دي يا اسطى. انا عايز اكل يا اسطى حاجات زي اللي صحابي بياكلوها بقى يا اسطى. المهم انا عندي فكرة حلوة تاكلوني. انت عايز تاكل كريب؟ طب عندي فكرة حلوة يا اسطى. تيجي انا وانت نروح نسرق ابوه ونجيب كريب. خلاص هنسرقه ازاي؟ عندك الحل يا عم. سيبها لنا دي، انا كده كده سرقت قبل كده وعارف. لا سيبنا انا دي، انا عندي الحل وتمام. بص، هو بقى لما ينام جوه وهي الفلوس بتاعته في السرير بتاعه اللي جوه. وايه بقى انت بقى؟ ايه بقى؟ ندخل على السرير اللي جوه، نخطف ونطلع هنا ونستخبى. شفت الفكرة دي يا ابن اللعيبة يا كلونيا؟ طب يلا يلا اكلوني. يا ابني في ايه؟ انا والله ما انا